اخيرا كابتن حمدي، شفنا كده ابتسامتك يا كابتن حمدي في نهايه اللقاء، وادي ارساله واستقبال خاطئ، وتصول وتجول لاعبات النادي الاهلي وتفوز بالبطوله العربيه رقم 19. وادي بقى فرحه النصر، فرحه الفوز على الجماهير قبل اي حد. بنشكر جماهير النادي الاهلي ونشكر قناه النادي الاهلي، وطبعا هديه رائعه لمجلس اداره جديد بقياده معشوق الملايين وحبيب الملايين الكابتن محمود الخطيب. بيسلم النهارده، هيسلم الكاس لفرقته، وفرقته قالت له احنا واقفين مع كل ما هو متميز داخل صفوف النادي الاهلي، وبنحقق المنظومه الرائعه بالفوز بالبطوله العربيه المره الثانيه على التوالي والمره السابعه. وشكرا جمهورنا العزيز، شكرا قناه الاهلي، شكرا الكابتن محمود الخطيب. كان معكم محدثكم عزب الشرباجي، وننتقل للاستوديو بمدينه الانتاج لمتابعه بقى التعليق كده مع الكابتن هيثم السعيد وضيوف برنامج ملوك الصالات. كان معكم عزب الشرباجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النادي اللي جمعنا.
طلبات.